دكتور مبروك تقول ايه للمنقبات؟ توصي بايه المنقبات؟ انا بحزن كل ما اشوف وبالذات عندي وانا عميد كليه، يعني تحت مني 200 دكتور و50 معيده ومدرس مساعد ودكاتره برضو. انا بقول لهم كلمه ما حدش يقدر يقولها في الكون الا انا، وانا بقولها لك اهو. بتقول لهم ايه؟ بقول لهم ايه بقى؟ بقول لهم هم قدامي في المدرج انا في قمه الحزن اللي شايفه لسبب واحد، انكم موظفين في جامعه الازهر ودرستوا في الازهر وبتاكلوا المام من الازهر وهدومكم اللي عليكم دي من الازهر. الازهر ما بقولش تنقبوا، ما فيهوش نقاب ولا بيعلم العيال النقاب ولا عندنا كلمه نقاب. لو عندك دين سيبي الازهر وامشي وتنقبي بقى، ده هي متنقبه ده راجل يعني ما فيهاش ريحه الانوثه، بس هو الدين كده عندها اللي هي خدته بره الازهر. ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. الفتوى النقاب، اقول بالله التوفيق اني ارى النقاب واجبا. وغريب الامر، شخص يقال انه عميد احدى الكليات يخرج على الموظفات عنده ويقول انه يحزن ان يراهن منقبات، فبئس ما صنع وبئس ما قال، وسيكتب قوله يوم يلقى ربه في صحيفة عمله، سيكتب قوله وسيلقاه وسيحاسب عنه بين يدي الله. فبيننا وبين هذا الشخص خصومة يوم الدين، لا يربطنا به نسب ولا تربطنا به قرابة، ولم نتعامل معه في دنيا في تجارة أو غير ذلك، لكن نخاصمه لجرأته على الدين ولهجومه على المتحجبات الممتثلات أمر الله تعالى، وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. الممتثلات قول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. إن عائشة رضي الله عنها قالت لما رأيت صفوان بن المعطل خمرت وجهي بجلبابي. فماذا يقول هذا الشخص الذي يدعي أنه عميد كلية وأنه يحزن إذا رأى المنقبات ويزعم أنه قال قولا لم يقل به أحد في العالم وأنه الجريء الذي استطاع أن يتبجح ويهاجم النقاب؟ فربي سائله، هذا الرجل صاحب الهزليات والمداعبات مع النساء على الشاشات يخرج ويهاجم النقاب بهذه الطريقة الفجة؟ إن الله سائله. ألم يقرأ أن أسماء بنت أبي بكر قالت كنا إذا حازينا الركبان أسدلت إحدانا جلباباها على وجهها، وإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلباباها عن وجهها. ألم يقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة؟ ما شأن أزواج النبي؟ هل كنا مغطيات الوجوه أم كنا كاشفات؟ أيها الرجل يا من تزعم أنك تحزن إذا رأيت المنتقبات ولم تذكر أنك تحزن لرؤية المتبرجات اللواتي خالفن أمر الله، إذ الله قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. عجيب أمر شخص يحزن إذا رأى المنتقبات المتعففات ولا يهتز أمام المتبرجات، غريب أمر هذا الرجل. فالله سائله، الله سائله، الله سائله، وسيكتب قوله في صحيفة عمله يوم يلقى ربه. أقول أن الشيطان قد سبق إلى القول بمثل هذا القول، ولكل قوم هاد.